صباح الخير الناس العزاز، كديرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا مزيانين. المهم عاد فقنا، شت الساعه، لا ماشي عاد فقنا يا ربي، شوف راه دايخه. المهم فقنا مع ديك 8 تقريبا، حيت اليوم ان شاء الله علينا الاشغال، وصراحه ديما كنفيق في هاد الوقيته. المهم حان وقت الوداع، اليوم اخر نهار مع العائله ديال الزوج ديالي، واخا صراحه ولفتهم 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 بزاف بزاف، ما عندنا ما نديرو اخوتي عزاز. المهم طلعت هنايا الفوق باش نوجد راسي، لبست بحال هكا، المهم غتشوفو هنايا الروينة. فان شاء الله غير غادي نجي خصني نقاد لي فاليز ديالي، نقاد هادشي كامل ان شاء الله الا كتب. لبست كيف العادة شي حاجة خفيفة وسامبل، ان شاء الله غادي نمشيو نديرو اليوم التست كيف ما قلتلكم، ونتمنى ان شاء الله كلشي يدوز بخير وعلى خير. ونتمنى ايضا هاد الفيديو يكون خفيف على قلوبكم. المهم خليكم معنا باش تشوفوا ان شاء الله ايضا هاد النهار كيفاش غادي يدوز عندنا. ايوا هانتوما معنا. لازم نزل دابا لتحت، المهم قادينا الحاله شي شويه وصافي. المهم ما كحلتش العينين ديالي اللي لاحظتو، غير الاي لاينر درت الغوج عليف و ايدغاتيت لابو ديالي وصافي. فالمهم كنتسناو دابا الطوبيس تجي ان شاء الله مع ديك 11 كيما ماما تجي 11 وربع 11:20 بحال ما هكا، وان شاء الله نمشيو نديرو التيست. غادي نمشي نديرو في واحد المستشفى هنايا دولي، غادي نمشي نديرو في السمندخ بالنسبه للبنات اللي ساكنين هنايا في هاتاي، راه غادي يعرفوا البلاصه فينا هي. ايوا هادشي اللي كاين اخوتي الاعزاز. نتمنى ان شاء الله كلشي يدوز بخير وعلى خير والامور تكون مزيانه. ايوا هادشي اللي كاين. المهم اخوتي الاعزاز خرجنا من الدار وكلشي، كنتسناو دابا الطوبيس تجي. ايوا هادشي اللي كاين. ماما روحك. صباح الخير. صباحك. كيفك؟ الحمد لله. شو اخبارك؟ كويس الحمد لله يا رحيم. انت شو ما تسوي لنا؟ رايحين على السمندغ. اي والله رايحين السمندغ باش نسوي تيست، حيت انا كيف ما عارفين ما دايره شنو هي اللقاح. هما دايرين اللقاح كلشي هنا ديال اللقاح، غير انا اللي ما دايرهاش. باقي باقي مهداني ان شاء الله، الله يدير التو ديال الخير وصافي. هادشي اللي كان، هادشي اللي بغيت نقول لكم. بابا صباح الخير. على صباحك. كيفك؟ الله يسلمك. وزين. كيف امورك؟ مليح الحمد لله. ايه وحنا دابا كنتسناو، حيت هي كتجي مع ديك 11:20 11:15، فباقي لها 10 دقائق قلنا نجيو هنايا نتشمسو. وهذا ما كان اختي زاد، ما يمكن شفت شي حاجه حيت الشميسه ما شاء الله تبارك الله. شوفوا الدنيا ما شاء الله، والله ما شاء الله كاع شكتها. شوفوا ما شاء الله. المهم جينا دابا لهاسطاني. لا بس بضل حدا جوا تنشوف هذول هون. كانت برا قالك بابا، ولكن بعد دخلوا لداخل ان شاء الله تكون هنا. هيا المهم خوتي عزاز جينا لمحل فين غادي ندير التيست، ولكن مع الاسف سادين، فقال لي حتى 12 قريب الوحده عاد باش غادي يحلو، ماشي 12 ونص وحده عاد باش غادي يحلو. فالمهم انا كنتسنى دابا واش اللي كان. جينا دابا الكونتين هنايا، خدينا غير المصالح اللي ندير. ايوا هادشي اللي كاين، حيت يلاه فاطرين فطرنا وجينا. ايوا الدنيا بصح ما كاينش السحاب، ديما ما في قلا بلاط، ما كاينش السحاب نورمال، الدنيا عادي ماشي لا بصح. هادشي اللي كاين، حنا كنرتاحو هنايا حتى توصل الوحده ان شاء الله. حنا من الكونتين كنتسناو دابا سميتو، كنتسناو توصل الساعة وحدة ان شاء الله باش ندخلو لداخل. ايوا هادشي اللي كاين ان شاء الله يدوز كاع الامور بخير وعلى خير يا رب. شوفوا بابا، ها هي الماما. ماما ما يمكن الهوا شويه داكشي علاش نعسانه. ماما فيها النعاس باش بعدينا. المهم شوفوا فين جينا، بابا اليوم لصقنا على الحوت. يلا الحوت 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 الحوت، ما يخديها من هذا. هذا شنو يسميه؟ شفرة. شفرة شفرة خدينا من هذا. هذا الحوت هذا هذا. المهم كاين جوج انواع، هذا ديال البحر وهذيك مربين، وحنا خدينا ديال البحر. ايه هذا. المهم هنايا محل خاص بالسميتو كيقولوا لي بالحوت، اي واحد هنا كيبيع الحوت. فبابا قال لك والله يسمح بالحوت شي سيمانه دابا هو كيقول حتى دابا عندك كثار. انا ما بقيتش كناكل حتى شي حاجه الصراحه، الا الشهيه ديالي ولات خفيفه. المهم جينا هنايا لطمرق سيو، المهم خدينا هنايا الغرابات اللي كتشوفو، خدينا من شويه ديال الدسير وكدا، وشفت السويهله بطيخه
والله يسلمك. الله يسلمك. ناخذ واخا ماشي الوان ديالها ماشي الوقيته ديالها، ولكن قلت الله يسلمك ناخذ. وانا ياخذين انا وحماتي ايس كريم انا وياها. حماي قال لك ما باغيهاش شيخي، ففي انتظاري الطوبيس تجي تنشوف امتى غادي تجي. طلعت شويه الحمد لله بعد ساعه ديال الانتظار. عرفتي شحال حنا كنتسناو؟ راه ما يمكنش ما يمكنش ما يمكنش ما يمكنش. شوف هاد الكلب حلو. لا يا بيرسون القطة جاي لعندنا، سمعت الصوت ديالنا. شوفوا مياو، هايدي هايدي قال تنحضر ليا مكان كل القطط. المهم شوفوا بابا. المهم عاد عيطت علينا لوسي قالت درتينا سبرايز هي في الدار مسكينة. عجب يكون عند عمتي هنا؟ تنشوف وين قاعدين باش نسهروا باش نلوح الماسك حاشاك. يا عرفتوا راني عيانة ديال بصح، عيانة عيانة عيانة. بقينا ساعة هكا كنتسناو الطوبيس. العيالي فيا اليوم مفتش. المهم شوفوا الكاميرا موسخة مغبرة. من بعد ما ارتحيت شوية ويجينا نروح مات هنايا شوف اش كنديرو. بقى ان شاء الله باين شويين هذا عجا هيك شوي. ليش ما في فازلة؟ ها؟ ما في أكثر؟ المهم شوف الحتت. المهم احنا شوف راه جاو الناس باغازا ومزيان مني جابت ماما وحدة زايدة. قلت لها شوفي خذي غير ثلاثة، حنا غير ثلاثة. قالت لي ولا جا عندي شي حد. المهم كاينة قلت لكم لوسي وختها هي خت الماما وليدات وكل شيء. انا عرفتي فين الجوع الخمسه هادي وباقي ما تغديناش ديما ماما من 8 حنا فاطرين ان شاء الله. الجمال واي 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 ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله لهذا الجمال تبارك الله. شوفوا المهم هنايا كي كيقبعوا سميتو ال اش كيسميو يا ربي شنو سميتو ماما هذا ال ما تشيلو ارزو ولا اش كان اسمه السلق كنساه انت الحين تسمع القطط جاي لا عندي. عرس عمي كت واحد الكلب ديما كيجي عندك ياكل الزبال. شو عرس عمي شو صاير لك؟ عطينا على القطط كليتو الكلبي هاكا دايما هيك. هي مسكينة الكلاب حيت هنا عرفتو كياكلو أي حاجة وكل قطة راكم عارفين فهمتوني واخا كيف كيف بالنسبة لي أنا راه كيف كيف. هي حاطة القطط باش ياكل المشاش وكلاتو الكلبة. المهم خوتي العزاز شوفوا اليوم المهم الغدا ولا العشاء كيف كيف حيت قلت لكم مغدين اخر وقت. حطينا هنايا الاروز والحوت والكفتايات هاكا والسلطه هانتوما هنا ضروري الطراك عز عليهم هاكا الربيع. المهم كيف ما شايفين معايا هذه الصفره ديالي زاد هنا جات لكم. المهم بغيت نعاود لكم واحد الحاجه اللي ضرتني بزاف قلبي الصراحه واللي عمري ما توقعتها. وغادي تشوف حتى الوجه ديالي مخطوف في اللون ديالو حيت صدمت 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 بزاف. و ما كملتش معكم الفيديو شنو طرا من بعد ما حطينا الغدا وكلشي. المهم انا بغيت فريمون نخوي عليكم قلبي شنو طرا ليا اليوم حيت ما كاين حدايا لا مي لا با لا حتى شي حد. الصراحه لله يعني صعيب باش انك تكوني بوحدك في الغربه ويطرا لك هذا الشيء. عرفتي حسيت بالحقره. هذا الشيء اللي بغيت نقول لكم من طرف الناس اللي عزاز عليا هذا هو المشكل. المهم كنقدرش ندوي. المهم نبدا لكم القصه من الاول. المهم حماتي قالت لي علاش بنتي ما ديرش لنا من اتاي حيت هي كيعجبها هي وشيخي اتاي ديالنا اتاي مغربي. فدرت لهم واحد النهار بالنعناع وصراحه يعني اش غادي نقول لكم زعما كنصرعوا يعني كيف ما كنديروا حنايا على طريقتنا حنايا كنديروه واي واحد ذاقوا من ايديا الصراحه كيقول زوين يعني بشهادة الجامع بشهادة عادي بشهادة حماتي وشيخي وكل شيء والحمد لله حتى شي حد زعما ما تبنز ولا شي حاجه. فقالت لي علاش ما ديريش لينا اتاي مغربي ديالكم
عوض اتاي تركي حيت من لينا منه. قلت لها على راسي وعينيا حماتي، يعني درت الخطر على حماتي ما درت حتى شي حد. قلت لكم كانت عندنا خالت عالي واخت عالي داكوغ. المهم درت اتاي ما كاين حتى شي حاجه، كنا اصلا ضاحكين يعني اوكي نورمال كنا كنهضروا وكلشي ما كاين حتى شي حاجه. من بعد صبيت اتاي في سميتو في الكيسان، وكل واحد حطيت له يعني من احترام حطيت لهم في السيح بايات بحال ما هكا اتاي كل واحد. من بعد منين من بعد قال لي شنو هذا، حيت اللون ديالو ماشي بحال اتاي التركي فهمتوني. فاش قالت لهم ماما هنا اتاي ديال النعيمه اللي جايبه معاها من المغرب، قالت لي حنايا كيعجبنا وكلشي هكا زعما شكرات وحماتو وكلشي زعما ما كاين حتى شي عيب من جهه حماتو شيخي. ضاقتو خالت عالي، ضاقتو مره الاولى مره الثانيه يدير بحال ما كواتي واحد رد الفعل تقول حاشاكم شربت شي حاجه بلا ما نقولها اوكي. واحد ردت الفعل لي خايبه، انا اش قلت لها ما حشمت ما حتى شي حاجه الصراحه لله البنات. قلت لها شوفي ما عجبكش حطيه هكا بلاتي، حتى شوفي خالتي ما عجبكش حطيه نديرو لك اتاي تركي اللي متعوده عليه انتيا داكوغ. هي شربته بالزز فهمتوني، ولكن الاخت ديال عالي انا الاخر ما مسوقيش فيها صراحه لله ما نكذبش عليكم. شوفوا عمرني ما درت شي عيب مع حتى شي حد، كيف ما كان بغى يكون كيف ما كان بغى يكون العائله ديال عالي عمرني ما خرجت مع شي حد من العيب في طريق العيب. وانتم راكم عارفيني كيف داير انا كود اللي معايا كود راني معاه كود، شي واحد يدير معايا هكا زيكزاك ما كنحملش صراحه لله. يعني حسيت براسي هاد المره محكوره بزاف ما نكذبش عليكم وحق الله العظيم والله العظيم انا دابا شاداني البكيه. المهم الاخت ديال علي نهائيا ما ضقتوش. اول حاجه شنو قالت، قالت لخالت علي قالت لها زعما كي داير اخت علي، كتسول خالتها قالت لها كيف داير زعما. من بعد الاخرى هي دير كيناكس على هنايا وبداو كيضحكوا انا دايره راسي بلي راني كنلعب في التليفون، ولكن هما راه كيضحكوا على اتاي ويضحكوا زعما شوفوا شنو دايره لينا فهمتوني. من بعد بغيت قايله نعيمه ما قدرتش نشربو، اصلا هي ما شرباتوش ما ضقتوش نهائيا. قالت لي ما قدرتش، قلت لها اللي بغيتي. شوفوا الاخت ديال عاليه ما عمرني ما توقعت انه غادي يطرى لي بحال هكا الصراحه لله وحق الله العظيم وحق الله العظيم ما توقعتش نهائيا غادي يطرى لي بحال هكا وغادي نتحط في هذا الموقف. المهم بداو كيتمسخروا على الشاي ديالنا، انا كنقول لكم على الاخت والخالت عالي. اما حماتي وشيخي وحق الله العظيم البنات انا وياهم شربنا تسالينا الابريق كامل، بقينا كنشربو يعني شيخي عزيز عليه. وحماتي حتى هي ماشي من داك النوع التكبر داكوغ. انا وحق الله العظيم نعاود لكم بعد انا اول ما جيت انا وماما لهنايا تركيا جينا لحندهم، وحق الله العظيم راكم عارفين ملي كتبدلو شي بلا كتجي تاكلو اكل غير كتبدلو الماكله وكتبدلو شي حاجه يعني كيجيكم في شكل ما كانش كيعجبنا الماكله ديالهم ما نكذبش عليكم وحق الله العظيم. ولكن عمرنا ما درنا ردات فعل بحال ما هكا ولا ندير راسنا زعما متكبرين شحال، والله حتى كناكلو واخا ما عاجبناش كناكلو كنقول لهم الله يعطيكم الصحه والله يحفظكم الله يطولنا في عمركم وحق الله العظيم. ودابا شنو دابا حاليا انا ولي كيعجبني الاكل ديالهم، يعني لو ضاقتو هي اش كان غادي يطرى. ولكن منين خرجات قالت لي نعيمه طريق السلام كذا، قلت لها شكرا شكرا بزاف على الضحك اللي ضحكتو عليا انت يا وخالتك، كتضحكوا ورا الكينيكس وكتخباو وكذا وكتمسخروا فيا انايا. قلت لها انا ما جايش من الجبل، قلت لها انا عايقه بكم كاع داكشي اللي قلتو بحال ما هكا وحق الله العظيم الاخت ديال الزوج ديالها اما تخرج لكم ما كتهمنيش. بقى فيا الحال بقى فيا الحال درجه ما تصوروهاش. يعني باش تحطي في هذا الموقف لا لا اله الا الله محمد رسول الله بس. والاخت ديال الزوج ديال الاخت ديال الزوج ديالي يعني عمرني ما خسرت لهم خاطر عمرني ما درت معهم شي حاجه اللي خايبه الصراحه لله. كون ما طلبتش مني حماتي انا اللي نديرو ما غاديش نديرو. بقى فيا الحال بقى فيا الحال بقى فيا الحال حيت كنت كنعتبر كيف ما قلت لكم ديجا في الفيديو اللي قبل كنت كنعتبرها بحال اختي. وفي اخر نهار اللي غادي نمشي فيه بحال ما هكا داروا ليا الله يخوت فيها الحق وصافي اش بغيت نقول لكم.
المهم دابا انا طلعت الفوق هنايا غادي يجمع الباليزه ديالي وغادي نمشي بحال هكا ان شاء الله غدا. المهم غير اونتر بارونتيز راه مالتو شي نهائي ما عندهمش دخل في هذا الشيء الصراحه لله مالهم زعما اي حاجه دقوا من ايديها الله يعطيك الصحه بنتي شكرا لك بزاف بزاف وكل شيء يعني ما عمرهم ما خرج معايا كلمه ديال عيب الصراحه لله هذا الشيء كنقول لكم قدام عيني ما ورا ورا ظهري الله وعلم يعني ما نمشيش منهم شيء ولكن بقى فيا الحال يا ريت لو تقولوا اتاي ما صرعتوش ولا شي حاجه يعني ديك رده الفعل راه بحالها شربوا بحال شربوا البزق ديال 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 البقره ولا ما نعرف شنو. المهم الواحد يعرف مع من كاين كل شوف ديما سبحان الله العظيم كل ما عشرتي واحد كل ما كيبان على حقيقته صافي هادشي اللي كاين اخوتي الاعزاء. المهم كيف ما قلت لكم دابا جايه باش نجمع الروينه ديالي. المهم عندي بزاف ديال الروينه هنا خصني نقاد اخوتي انتما خصني نقاد هادو نحطو في بلاصتهم. المهم المهم سمحوا لي بزاف والله العظيم والله العظيم ما ديروش مني قلت الصواب اي فريمون بغيت نخوي عليكم قلبي بغيت انني نشكي عليكم هادشي اللي كاين وصافي فوالا سي سا هادشي اللي كاين اخوتي عزاز نسى هاد الدميعات حيت فريمون مكيستاهلوش. انا ملي كان حيت كنحبس في قلبي بزاف فهمتوني فداك الشيء كيخرج الدمع ماشي حيت زعما شي حاجه ولا المهم هادشي اللي كاين مزيان واحد يعرف الواحد على حقيقته يعرف مع من كاين يعرف مع من كيتعاشر. انا نيه صراحه لله نيه 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 بزاف ولكن سبحان الله العظيم اي واحد نيته صالحه ربي ما كيخيبوش كون على يقين هو هادشي اللي كاين. يلا الله يخليكم معنا. المهم خوتي عزاز شوفوا هنايا جمعت هاد الفاليز هنايا هادشي اللي غنلبس غدا وهنايا طلعت الكوسميتيكات ديالي داكشي كامل هنايا نظمت هاد الفاليز الكبيره المهم هنا الحقائب ديالي كلشي هادي خصني نطويهم وهادو اللي غنلبس غدا كليكم مع هاداك المونطو. المهم شوفوا البوط ديالي وكلشي كنظن ان شاء الله ما نكون نسيت حتى شي حاجه. المهم هنا هادو اللي شايفين معايا هنا غادي ننزلهم معايا يبقى هنا منظم ونقي هي هادشي اللي كاين اخوتي الاساس. المهم هانتوما هنايا لبست البيجاما ديالي. المهم راه طبعا لابسه الداخل ديالها هاد الاسود هاد كيدف في الداخل تيرمال ايوا دابا كان هانتوما هادشي اللي كان اختي ننزل عند العائله ونسهروا معاهم شي شويه حتى غدا ان شاء الله يرحم الله. المهم هاد الفيديو ديال النهار عفا بلي كان شويه مخربق اش غادي نقول لكم كنتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم و المهم خليتكم على خير اخوتي عزاز حتى الفيديو الجاي ان شاء الله نتلاقاو باي باي.